القبض أصلا يا شباب، القبض تجلي. في ناس فكر القبض غضب، لا لا، القبض الإلهي تجلي. ما بتحب الله أنت؟ الله من أسمائه أسماء جلالية، العظيم، شديد العقاب، منتقم، يا لطيف، الله يشيرنا. ومن أسماء رحمن، رحيم، لطيف، شيء ظريف. فلما بيتجلى بصفات جلالية يا لطيف، تجلي، الله عم يتجلى عليه. ما بدك تجلي، هي تجلي. ولما بيتجلى بصفات جمالية بده رؤوف رحيم، يا سلام، داي حالك دايب مروق، ايه، ومنتقم جبار يا لطيف. فالقبض تجلي والبسط تجلي، وأنت متجلى عليك في الحالي. فتأدب مع الله عز وجل، تجلى عليك تجلي قبض، خليك مستقيم، مو طق فيوزاتها على الأخي، والله طق بالمرة، هات لقلك هاليوتيوب لنشوف لنا شي فيلم تركي لنتعلم اللغة بس. أيوة، وراح بهالمناظر وبهالأشكال والألوان على الأخير. اليوم هلأ إجازة، شو إجازة؟ لأنه ما خلص صار معه قبض، طاقة في ذاته، إيه، على الدرس ما وكذا، طقت في ذاته بالمرة، ما بيجي بسط، إيه، بيركض على الجامع، والله هات المسبح، هات لنذكر الله. هذا قليل الأدب، هذا قليل الأدب. أنت عبد الله، تجلى عليك قبض بسط، بدك تم مع الله. شو بدك تم مع الله؟ ولو مهما كان التجلي شديد، ما لازم تغير ولا تبدل ولا تنحرف، مهما كان شديد الكلام. يعني أحيانا الشباب قولوا قال صاير معنا قبض، هني ما في بسط ولا قبض ولا بسط صاير. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. بس يعني إذا في واحد ذاكر سمع هالكلام صار معه قبض بعد بسط، يصبر ويبقى مؤدبا مع الله، ويبقى على ورده، ما بيغيره. لن أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على ذلي ونقصان. تم ثابت، ما بيتغير ولا بيتبدل، ولو جبال الدنيا على قلبه، يعني لو بده يعارك حاله معاركة، تم جلسة الذكر ويتم بالصلاة بأوراده، وما بينقطع أبدا حتى يزيل الله عز وجل هذا القبض. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.